يبدو أن الجامعات لم تعد حكراً على الأفراد فقط. أكاديمية التعليم الراقي للقطط هي أكاديمية تعطي فرصة متميزة للدراسة وفق أرقى المعايير العلمية للقطط من مختلف بلدان العالم. تلك الأكاديمية تعلم القطط كل ما تحتاج إليه لإثراء عقولها من خلال منهج واسع النطاق، اللغات وعلم الأحياء والآداب والرياضة والفنون من أبرز التخصصات التي تتميز بها الأكاديمية. كما تنمي الأكاديمية لدى طلابها حب الاستطلاع وروعة التفكير خارج الصندوق. ولم تنسى الأكاديمية السكن الداخلي الذي تحاول من خلاله إدخال جميع وسائل الراحة والترفيه لطلابها، بيئة مهيئة لتقديم أفضل معايير الراحة للقطط بعيداً عن أصحابها داخل عالم افتراضي ابتدعته شركة كدعاية ترويجية لطعام القطط. حلقة قنديل العربية. تخيل يجي يوم تتنافس فيه مع قطة على منصب، يعني وهم ياخذوا القطة لأنه أنت عندك بكالوريوس وهي عندها ماجستير. الفكرة أنا بعيدا عن هذا، أنا في التقرير عجبني الدي جي، شفتي القط. يلا عقبال التخرج إن شاء الله.